الاخر بتلعب لمنتخب بلدك. واكيد هنتكلم كمان عن الاهلي والجونه، وهنتكلم مع الكابتن جمال شويه في شويه فنيات ليها علاقه بنص الملعب، وهل مع غياب حمدي فتحي هل مستر فايلر هياخد ممكن يفكر فيه فعلا راحه رمضان صبحي وعمار حمدي علشان مباراه النجم الساحلي، وهل موجود البديل؟ طبعا موجود البديل، لكن انا هسال كابتن جمال طبعا كوني يعني بردد الاسئله اللي موجوده في الشارع الكروي الاهلاوي. والفقره الاخيره هكون مع الاستاذ اشرف زوف الاعلام الرياضي والمتخصص في احصائيات كره القدم مع الزميل العزيز محمد سعيد في الفقره الثالثه. لكن في البدايه عايز اتكلم على بعد الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وبعد النادي الاهلي ما قلت لحضراتكم اكتمال النصاب القانوني ب 5194 عضو، هفضل اقررها علشان اللي مش متابع يكون متابع معانا الارقام. لكن منتخب مصر الاولمبي كلنا امبارح فرحنا، كبير وصغير، متابع كوره ومش متابع كوره، رجاله وستات، اطفال كبار، كلهم متابعين فوز المنتخب الوطني ببطوله غاليه جدا، وهي بطوله لاول مره في تاريخ مصر يحققها جيل تحت 23 سنه بفوزه ببطوله الامم الافريقيه عن جداره واستحقاق، بفوز في كل اللقاءات العلامه الكامله في المجموعه، وقبل النهائي الفوز المستحق على جنوب افريقيا، ايضا الفوز المستحق على كوت ديفوار في المباراه النهائيه. لكن زي ما قلت لحضراتكم فوز عن جداره واستحقاق، فوز شفنا فيه يعني ايه روح القتاليه، يعني ايه العزيمه، يعني ايه الاصرار. شفنا كل لعيبه المنتخب عندهم هدف واحد، عندهم الهدف وهو الفوز ببطوله الامم الافريقيه، مش بس التاهل الى الاولمبيات. ودايما سبحان الله كده قبل كل بطوله بيكون عندنا، او لما بيكون عندنا الهاجس، او بيكون عندنا الكلام الكتير اللي بيكون موجود في الصحافه والاعلام والسوشيال ميديا، خاصه السوشيال ميديا، لما نلاقي ان الكلام سلبي على المنتخب سبحان الله ربنا يعني بيخذل كل اللي بيتكلم سلبيا عن المنتخب، وبينصر اللعيبه وبينصر الجهاز الفني وبينصر كل من هو يعني ليه علاقه بالمنتخب ده، علشان خاطر الناس دي بيكون تعبت. ما حدش ابدا بيعرف تقدير ولا حد بيقدر التعب اللي الناس دي بتتعبه غير الناس اللي شغاله جوه المطبخ، غير الجهاز الفني، غير اللعيبه. شفنا اللعيبه قد ايه كانت مركزه وقافله على نفسها، كل واحد مهتم فقط اولا الصعود الى الاولمبياد، ثانيا الفوز بالبطوله الافريقيه، وده اللي احنا شفناه. لكن بعد الفوز امبارح وبعد ما فرحنا واتجمعنا وشفنا قد ايه كان افتتاح هايل وختام اكتر من رائع في وجود جماهير مصريه في يعني 80,000 متفرج موجودين امبارح، مفيش مكان. طبعا الجري على ان هم كل واحد يجيب التذكره علشان خاطر يكون موجود في المباراه النهائيه، وان قد ايه مفيش تفرقه ما بين المنتخب الاول والمنتخب الاولمبي، كابتن شوقي غريب وحماسه على الخط، كابتن معتمد جمال، كابتن محمد شوقي، كابتن وائل رياض، كل النجوم اللي كانوا موجودين دول امبارح قد ايه الواحد كان متعاطف، والواحد كان نفسه ان هم يفرحوا، الواحد قد ايه كان محتاج فرحه. يعني تخيلوا حضراتكم ان احنا ما فرحناش من 2013، منتخب الشباب اخر بطوله يحصل عليها كانت في 2013 اللي كانت فيها الجزائر، وبعديها مصر ما قدرتش ولا نجحت في الفوز باي بطولات ليها علاقه بكره القدم الا في 2019 بفوزه ببطوله الامم الافريقيه اللي كانت على مصر، علشان يعوضنا شويه صغيرين، لا يعوضنا قوي عن اخفاق المنتخب الاول واللي ما كانش عنده حظ، واللي ممكن نقول ان كان في شويه لخبطه فنيه في الجهاز الفني اللي كان موجود، لكن المنتخب الاولمبي بقياده مصريه خالصه، ودايما انجازاتنا وبطولاتنا مع المدربين المصريين اللي بيتعبوا واللي بيشقوا واللي بيعرفوا يطلعوا جيل محترم بينافس دايما على البطولات المحليه والافريقيه والعالميه. منتخب مصر الاولمبي كلنا بنتكلم عليه، قبل البطوله ما كانش حد بيتكلم عليه ولا كان حد كان متابعه، لكن الشغل اللي كان دايما الكابتن شوقي والجهاز المعاون بيشتغلوا عليه، وان هم دايما قافلين على بعض وماشيين خطوات ما حدش حاسس بيهم، فاجئونا كلنا في البطوله، واللي شفناهم في لقاءات وديه، وانا كنت واحد من الناس اللي كنت خايف على المنتخب في اللقاءات الوديه والمستوى اللي قدمه، لكن بوجود اللاعب رقم واحد بعد ربنا سبحانه وتعالى، وهي الجماهير المصريه، لولا ربنا ثم الجماهير المصريه اللي كانت موجوده كانت ممكن اي نتيجه عكسيه تحصل. لكن الاصرار اللي احنا شفناه من جمهور مصر اللي بيقف دايما جنب المنتخبات وجنب الانديه في كل البطولات خلى العزيمه والاصرار. يا جماعه اللي اتفرج على البطوله حصلت كده يعني 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 كانت نقطه تحول، مباراه مصر وغانا في بطوله الامم الافريقيه في الماتش الثاني في دور المجموعات، هو ده اللي خلى جمهور مصر يولع من جوه وكله حماس وروح وعزيمه واصرار، واللعيبه هنا حصل لهم نقطه تحول في الماتش ده، ماتش مصر وغانا،
1-0 لغانا، 1-1، 2-1 لغانا، 2-2، 3-2 لمصر، بيعرفوا ولاد صغيره بتعرف يعني ايه تحول من الهزيمه للمكسب، ولاد صغيره عارفه يعني